السلام عليكم، معكم عبيد مشري. ان شاء الله تكونوا بخير. هذه مده ما حطيت حتى فيديو في يوتيوب. بصح مانيش راح نقول لكم راني نحط كل سمانه كل اسبوع من هكذا، بصح راني وليت وان شاء الله راح نحط كل ما نقدر فيديوهات، سواء فيديوهات تعليميه في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، سواء فيديوهات تاع مراجعات على حوايج كيما هكذا. وراح نركز ثاني على نوع خلاف تاع الفيديو ما كنتش نحطه من قبل هنايا، واللي هو فيديوهات ذات طابع وثائقي بوكو بلوس. المهم لا علينا، ما نكثرش عليكم الهضره خاطر ماكش على بالي بلي راكم كليكيتو على وجهي باش تشوفوا هاد الاضاءه الصغيره واش قادره دير، فاش قادرين تستعملوها. الاضاءه هذه هي اضاءه جيب من شركه يولانزي بي ال 120 ار جي بي. معناها هاد الاضاءه راهي قادره على انها تتلون في سبيكتروم تاع الار جي بي كامل، هذا اللي راكم تشوفوه فيه هنايا. تقدروا ثاني تستعملوها كاضاءه باي كولر، يعني تمشي في لا تمبيراتور ولا في حراره الضوء، من 2500 كلفن حتى 9000 كلفن. لكن راكم مهتمين تشوفوا انبوكسين على هاد الار جي بي، تقدروا تلقاو اللينك تاع انستغرام تاعي لتحت في الديسكريبشن. تما راني درت انبوكسين خفيف ونعرف واش كاين في العلبه وش يجي معاه اكسسوارات. على كل حال الإضاءة هذه كما راكم تشوفوا راهي صغيرة، الطول تاعها 10.5 سنتيمتر منا على 6.5 سنتيمتر منا، تحط في الجيب فاسيلمون. ويجي معها هاد الديفيوزر، الوايت ديفيوزر، باش كما نقولوا حنايا يعطينا إضاءة ناعمة، رغم أنه الضوء هذا راهو ديجا عنده اون بلاك لهنا ديفيوزي الضوء لا تناعم الضوء. ما زادوا حطوا لك معاه هاد السيليكون ديفيوزر لهنا باش يزيد يعطيك اضاءه ناعمه اكثر واكثر واكثر. واش نلقاو في هاد الار جي بي لايت؟ من فوق ما كان والو، كاين غير اليو اس بي سي، يو اس بي سي، نحب اليو اس بي سي باش تشارجيو هاد الضوء. على الجهه هذه نلقاو باش تشعل وتطفي ولا باش تبدل المودز، نلقاو هاد العفسه اللي هنا تاني باش تبدل بها الاعدادات، والسكرول ويل هذه اللي تستعمل عموما باش نزيدو ونقصو في الانتونسيتي ولا في قوه الضوء. من لورا عندنا اكران اولاد لهنا، خليني نشعلو باش تشوفوها. فوالا لوك ات، عندنا تاني مكتوبه يولانزي وريفيرونس تاعو، عندنا معلومات تاني الفولتاج تاعو قدماه، الكاباسيتي تاع الباتري اللي هي 3100 ميلي امبير، وهادو تاع الاف سي سي والامور هذوك. ومن تحت ينعت لك سبيكتروم اللي يمشي فيه، سبيكتروم كامل تاع الار جي بي، واللي تقدر تتبعو تاني ك جيد. باغ اكزومبل لو كان تحب دير الاخضر ليموني لهنا تروح ديريكت 60 درجة، لو كان تحب باغ اكزومبل دير ازرق تروح 240 درجة، يعني يعطيك باش تتبعو. منا ما كاين والو، ومن تحت كاين ثريد هذا تاع الترايبود باش تحطو في ترايبود ولا ميني ترايبود ودير به الاضاءة اللي راك تحوس عليها نتايا. باش نشوفو مقارنة يعني باش تشوفو الحجم تاعو ابريك دماغ، هاكم قاعدين تشوفو هنايا كي نكومبارين بالتليفون تاعي بوكو اف 3 قد ما بارابور، هو صغير بزاف براسك النص تاع الهاتف تاعي، في الخشنة راهو خشين عليه شوية. بصح هذا ما يمنعش انك تحطه في الجيب وديماري وتروح تصور ولا دير واش حاب دير. وثاني باش تشوفوا ابيبري، ها هي كومباريزون تاع الحجم مع اليولانزي في ال 49. ما نطولوش في الشكليات هادو بزاف، نروحوا نشوفوا بسرعة البرايتنس تاع الضوء هذه قد ما. هنا كما راكم قاعدين تشوفوا الضوء راهو بعيد على الحيط هذا بواحد 50 سنتيمتر، راني حاطه في تمبيراتور ولا في حراره الضوء 5600 كلفن، ومطلعو حتى 100% من القوه تاعو. هنا كي نحطو له الديفيوزر هذاك سيليكون اللي جا معاه، كيف كيف نفس الاعدادات بعيد 50 سنتيمتر، 100% القوه تاعو، والحراره الضوء هي 5600. وهنا المقارنه برك، راني زدت حطيت الضوء يولانزي بي ال 49 ولا بي ال 49
بنفس الإعدادات 100% 5600 كلفن بعيد 50 سنتيمتر على الحائط. خلينا نشوفوا مثال عملي أكثر. هنا راكم تشوفوا كيف راح نضوي السبجكت. راني حاط الضوء جست خارج الإطار تاع الكاميرا. يولانزي VL 120 5600 درجة حرارة الضوء. بصح الانتنسيتي تاعو هي 60% من القوة. هنا كي نحطوا له الديفيوزر بنفس الاعدادات 5600 كلفن جوست خارج الاطار 60% من القوه، وهنا الفي ال 49 خارج الاطار 60% 5600 كلفن. قبل ما نخلصوا الفيديو تفكرت بلي نسيت ما هضرت لكمش باللي فيه 20 افكتس تاع ضوء كيما راكم تشوفوا لهنا. فيه كوب كار اللي هي سياره شرطه، فيه كمان فيه امبولانس سياره اسعاف، هذيك الطوموبيل تاع لي بومبي، فيها رعد، فيها فاير ووركس اللي هما الالعاب الناريه، فيه التلفزيون لو كان تحب تصور انسان وين يبان الممثل تاعك ولا الاكتر تاعك يتفرج شغل زعما في التلفزيون تقدر تستعمل هذا. عندك بزاف افكت باباراتسي يا انيمي. انا في رايي الضوء هذا يستاهل بزاف لو بري تاعو. ما غير هنا في الجزائر راه شويه غالي على نورمالمون كيف غادي يتباع، باسكو يدير واحد 35 دولار هكذاك شويه غالي على لو بري تاعو. بصح يستاهل كل فرنك تسلكو فيه خاطر ماكش فيرساتايل بزاف، يعني تقدر تستعملو في حوايج بزاف 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 بزاف. ما يقلقكش تهزو في الساكادو تاعك ولا تهزو في الكاميرا باك تاعك صغير كي تحب تخدم دي بتي فيديو هكا تستعمل فيهم ار جي بي افكت تو ولا تضوي سبجكت صغار. لو كان تصور باغ اكزومبل الماكله ولا تصور برودكت ولا حاجه كيما هكذا تصيبو بزاف. انا ننصح يعني اللي يقدر يشريه يشري اكثر من واحد، يشري زوج ولا ثلاثه يصيبهم بزاف. اتش بيوتيفول لايت بور موا احسن اضاءه ار جي بي بادجت يعني بادجت anyway. باسكو لو كان تحب تروح لحاجه بلو زعما بلو بروفيسيونال على هكذا راح تسلك 2 ملايين ونص حتى 3 ملايين كيما فالكن اي بار اكزامبل. ماهوش بزاف 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 قوي في الانتنسيتي تاعو يعني في الاوتبوت تاع الضوء تاعو على هذا، قوي عليه بيان سور بصح ماهوش قوي لهذاك لو بوين لي جوستيفي انك تسلك قريب ربع خطرات السعر تاع هذا. يعني It's a very good deal. ننصح به بزاف في الميكرز اللي حاب يشري. راني نخلي لكم لتحت اليوم في الديسكريبشن. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا كشعبسه. عندي بزاف ما درتش فيديوهات اكثر من عام، سو ام ا بيت روستي مانيش حنكمل نهضر بزاف. راح نقول لكم ان شاء الله نشوفكم الخطره الجايه. Wait for more videos. See you next time. عبيد مشري out.